مريض الكلى بارك الله فيكم، هل يلزمه الصيام؟ وفي الواقع على كل حال يعني إذا كان يعني في هذا اليوم الذي يجري فيه الغسيل، هو في الواقع الغسيل فيه مواد دائرة في الجوف وفي يعني داخل البطن ونحو ذلك، وهذا يعني بأن هذا مؤثر على الصوم. نعم. فاليوم الذي يغسل فيه ممكن أنه يعني يفسد صومه فيه ويقضيه.